سلمت جلالة الملكة رانيا العبد الله المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مدينة برلين يوم امس جائزة فيكتوريا الذهبية الفخرية للقيادة السياسية التي يقدمها الاتحاد الالماني لناشري المجلات، وفي كلمتها خلال حفل التكريم اشادت جلالتها بالشجاعة الاخلاقية للمستشارة الالمانية، والتزامها الدائم من اجل تحقيق الاستقرار والازدهار والحرية والسلام. مشيره الى مساهماتها في تسليط الضوء على تحديات عالميه منها قضيه اللاجئين والازمه الماليه والهجمات الارهابيه والصراعات العنيفه وكانت جلاله الملكه رانال الله تقت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل قبل بدء الاحتفال بتكريمها